شو صار لك؟ يمكن انجرحت. أسفة، بس يمكن خاتمي اللي جرحك. أسفة كتير أكشاي، مو قصدي. وجعتك؟ وجعت كتير. أسفة حبيبي، أسفة. انتبهي انتبهي. أبو بابي خليني. سرعة. ماما ماما انتي منيحة؟ رح لاقي طريقة لنطلع من هون. لا تستسلمي منيحة، ما عم بقدر اتدفع. في حريق بالمغسلة، امك عم تنادي لك. حريق؟ عنا بالمغسلة؟ بدل ما تروح تساعدها لأبرجيتها لازم تبعد عنا يا حبيبي. تركها تشوف حياتها عم تتدمر. أنا رح أخذك معي ونضل سوا للأبد، بوعدك بهالشي. اسمع حبيبي، هدي حالك. لوين رايح؟ أكيد هنن اتصلوا بالإطفائية. ما في داعي تروح لهونيك، أنت هلأ لا لازم ترتاح لا. شوي. هاد كل شي هي بتملكه، والنار عم تحرق، لازم نروح. ايه روح؟ ما حدا هلا بيحسن انه يطفي النار ولا حتى انت. اليوم كل شي رح يروح بالنار اكشاي، بوعدك. بعدي عشان
جوا. جيبوا مي، جيبوا مي كمان. جيبوا مي كمان. اعطيني مي. فشوا مي. ماما يلا بسرعة حبيبي. شو بسرعة جيبوا مي كمان. ماما لازم نطفي الحريق بعدي من هون. حاولوا تطفوها. يلا جو جو. أكشن. يلا يلا جيب البربيش. عطونا مي على السريع. لا يلا يلا شو اللي صاير؟ شو صار؟ قومي بنتي قومي. Shall we?